نفت قيادة العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك الأنباء التي تنقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انسحاب قوات مكافحة الإرهاب وعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني للمحافظة. وقال قائد خطة فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي في بيان صحفي أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن قواتنا مستمرة بتنفيذ مهامها في حفظ الأمن وتطبيق القانون في مدينة كركوك، مشيرا إلى أن أي تغير لخططها وحركاتها سيكون وفق توجيهات صادرة من القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة.